أهلا بكم. وضع وزير الداخلية مروان شربل العربة أمام الحصان، وفيما يعيش قانون الانتخاب مخاض ولادة معلقة على اتفاق الأفرقاء على قانون توافقي يؤمن صحة تمثيل جميع شرائح المجتمع، أصدر شربل اليوم تعميما حدد بموجبه انطلاق سباق تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ابتداء من الاثنين المقبل. في هذا الوقت برزت إلى الواجهة رسالة مجلس التعاون الخليجي التي تسلمها رئيس الجمهورية، فأوضح مصدر مطلع لصحيفة السفير أن الرسالة غير مسبوقة من حيث حدة لهجتها، لافتا إلى أنها تندرج في إطار الاستياء الخليجي من الأداء اللبناني تجاه ما يحصل في عدد من الدول العربية. وأشار المصدر إلى أن سليمان كان حاسما في التأكيد على ثوابت الموقف اللبناني لجهة تمسك لبنان بحسن العلاقات الأخوية مع دول الخليج ودفع جميع الأطراف باتجاه الالتزام قولا وفعلا بإعلان بعبده. في المقابل تتجه الأنظار اليوم إلى فنزويلا مع الوداع الأخير للرئيس إيغو تشافيز، وأبرز الواصلين للمشاركة في مراسم التشييع الرئيس الإيراني محمود أحمد النيجاد، في وقت أعلن فيه نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور أنه سيجري تحنيط جثمان القائد ووضعه في متحف الثورة. إذن أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تعميما يتعلق بتقديم تصاريح الترشح للانتخابات النيابية العامة للعام 2013 خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع في 11 من آذار الجاري وتنتهي يوم الأربعاء في 10 من نيسان العام الحالي، على أن تنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح يوم الخميس 25 من نيسان. كما تم تحديد يوم الأحد في 9 من تموز كموعد لإجراء الانتخابات النيابية العامة. وصف مصدر متابع للرسالة التي سلمها أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بأنها غير مسبوقة، لافتا إلى أنها تندرج في إطار الاستياء الخليجي من الأداء اللبناني تجاه ما يحصل في عدد من الدول العربية. وأشار المصدر لصحيفة السفير أنه من حيث الشكل كان لافتا للانتباه تعمد الزياني أن يزور قصر بعبدة زيارة خاطفة برفقة كل سفراء دول الخليج، أما من حيث المضمون فأنه لم يسبق لدول الخليج أن خاطبت لبنان الرسمي مجتمعة بهذه الحدة المبطنة، وهذا الأمر ينم عن حالة غضب لا يمكن إزالتها إلا عبر نأي لبنان بنفسه عن الأزمات المحيطة وفي مقدمها سوريا، وإلا فإن الأمور قد تصل جديا إلى حد سيء. وأشار المصدر إلى أن سليمان كان حاسما في التأكيد على ثوابت الموقف اللبناني لجهة تمسك لبنان بحسن العلاقات الأخوية مع دول الخليج ودفع جميع الأطراف باتجاه الالتزام قولا وفعلا بإعلان بعبدة الذي هو مصلحة لبنانية خالصة تؤمن مظلة لكل الأفرقاء بما يقيها شر العاصفة التي تضرب المنطقة، وهو باشر سلسلة مشاورات واتصالات لوضع الأفرقاء أمام مسؤولياتهم الوطنية، لأن أي انغماس في الأزمات المحيطة لن يقدم أو يؤخر في شيء إلا أنه يصيب لبنان بأضرار حاضرة ومستقبلية فادحة. الأجواء في مدينة صيدا بعد أداء الشيخ أحمد الأسير صلاة الجمعة في مسجد بهاء الدين الحريري نطلع عليها مباشرة مع الزميلة رشال كرم. إذن رشال، كيف كانت أجواء صيدا اليوم؟ رائد، الأجواء كما في كل نهار جمعة وتحرك الأسير، هناك تكون بعض الإجراءات الأمنية المشددة التي قام بها الجيش اللبناني منذ صباح اليوم، إذ قام ببعض الحواجز النقالة والحواجز الثابتة، وكان يدقق في هوية المرنين وكان يدقق في كل أمور حماية لهذا التحرك إذا ما سمي تحرك للأسير، لأنه توجه للمرة الأولى إلى مسجد بهاء الحرير، وهي المرة الأولى التي يصلي فيها. عادة يصلي في مسجد بلال بن رباح، هي كانت المرة الأولى التي
يصلي هناك، ولكن لم يكن هو الخطيب في هذا المسجد، بل خطب شخص آخر الشيخ عبد الله البقري الذي هو أيضا لم يتواجد بأي معلومات سياسية، لم يتواجد بأي أمور قد توتر الأمور قد توتر الأجواء، ولكن فقط كانت خطبته خطبة عادية. ولكن المفارقة رائد أنه من بعد هذا صلاة الجمعة توجه الأسير إلى الدوار، إلى دوار مغفر العبد، حيث هناك يرقد مرافقيه في حادثة التعمير في كانون الأول، فصلى فقرأ الفاتحة هناك الأسير، واستغنم هذه الفرصة لكي أيضا يجدد الهجوم على الجيش ويجدد الهجوم على مخابرات الجيش، ولكن سرعان ما تفرقوا، وخصوصا بحسب المعلومات الأمنية التي تمكننا من الحصول عليها بأن هناك قرار حازم بأن لا يكون هناك أي اعتصام للأسير، بأن لا يتم ممنوع قطع الطرقات تبعا لما قرره المجلس الدفاع الأعلى، وهذا القرار لا يزال ساري، وهناك حزم بعدم تطور الأمور في صيدا، ولكن فقط أن تكون محصورة. ولكن المفارقة في هذا الموضوع رأت بأن الأسير وخلال كلمته ذكر بالتحديد وحرفيا قال لهم بكرة السبت عطلة خلي العالم تسترزي، ولكن دعاهم إلى تحرك الأحد، ولكن لم يحدد لا المكان ولا الزمان، بل قال لهم سوف نباغتهم. وهذا الموضوع بالنسبة إلى الصيدويين الذين التقيناهم يقولون بأن اقتصاد صيدا قد تأثر كثيرا بموضوع الأسير، وهذه الجملة بأنهم تركون بكرة السبت خليهم يشتغلوا، هذا بمعنى آخر بأن الأسير يعلم بأن تحركاتي كيف تؤثر على الاقتصاد في صيدا، ولكن دعاهم إلى تحرك لم يحدد لا المكان ولا الزمان في موضوع نهار الأحد، في تحرك نهار الأحد. ولكن عموما وهذا ما لاحظناه لدى وصولنا إلى صيدا، كان في طريق الجديدة وأيضا في صيدا الإجراءات الأمنية كانت مشددة جدا، منذ حوالي النصف ساعة تقريبا بدأت هذه الملالات أن تتفرق شيئا فشيئا، وعادت الأمور إلى هدوئها في منطقة صيدا. رائد، نعم، من صيدا شكرا للزميل رشا الكرم. فنزويلا تشيع رئيسها إيغو تشافيز، وجسده سوف يحنط في متحف الثورة. تودع فنزويلا بعد ساعات في جنازة وطنية حاشدة رئيسها الراحل هيوغو تشافيز الذي أمسك بمقاليد الحكم 14 عاما، حيث يلقي العديد من زعماء العالم والفنزويليين نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الرئيس الذي سيتم تحنيطه وعرضه على الملأ على غرار فلاديمير لينين وموتسي تونغ في المتحف العسكري متحف الثورة، لإتاحة المزيد من الوقت أمام الجماهير لوداعه. وكمرحلة أولى سيسجى جثمان شافيز في ثكنة لامونتيني غربي العاصمة كاراكاس، علما أن الحكومة لم تحسم بعد مكان دفنه، إلا أنه أشيع أن شافيز قد يدفن في مقبرة عظماء الأمة إلى جانب 144 شخصية بارزة، من بينهم بطل استقلال أمريكا اللاتينية سيمون بوليفار الذي يعتبره شافيز والده العقائدي. وقبيل ساعات من التشييع وصل إلى كاراكاس أكثر من 30 رئيس دولة، من بينهم الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، إضافة إلى رؤساء البرازيل وكوبا والبيرو والإكوادور ونيكاراغوا والمكسيك وولي عهد إسبانيا الأمير فيليب وغيرهم. فنزويلا الحزينة على خسارتها تشافيز، وقف شعبها صفا طويلا امتد كيلومترات عدة أمام الأكاديمية العسكرية، حيث سجي الرئيس الراحل ببذته العسكرية الزيتية وقبعته الحمراء داخله، واضطر البعض إلى الانتظار أكثر من 9 ساعات لإلقاء نظرة الوداع على قائدهم. وبدفن تشافيز تطوي فنزويلا صفحة من تاريخها وتفتح صفحة جديدة مع رئيس جديد سينتخب في غضون 30 يوما، على أن يؤدي نيكولاس مادورو نائب الرئيس اليمينة كرئيس للبلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه لا خلافات جدية بين موسكو ولندن فيما يتعلق بالهدف النهائي في سوريا، مشيرا إلى أن كلا البلدين يرغبان في أن تكون سوريا ديمقراطية وموحدة، وأن يقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم وأن تحترم حقوق الأقليات. وأوضح في حديث لمحطة بي بي سي البريطانية أن موسكو كانت منذ بداية الأزمة متمسكة بهذا الموقف، ودعت إلى وقف العنف فورا وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن جميع القوى الخارجية قد أيدت ذلك في مؤتمر جنيف في 30 من حزيران الماضي. لافروف أكد من جديد تمسك بلاده بمبادئ بيان جنيف، مشددا على أن روسيا لا تشارك في لعبة تغيير الأنظمة.
ذكرت صحيفة الأخبار أن زوار قصر المهاجرين ينقلون عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله بأنه يتعامل اليوم مع جبهة النصرة، أي مع الإرهاب الذي يخشاه الغرب ويعمل على محو صورته، لافتا إلى أن الغرب قد استوعب الفخ. ولفتت الصحيفة إلى أن كلام الأسد لزواره الذين التقوه قبل أن يصدر بيان حرب مجلس الجامعة العربية يؤكد أن القراءة السياسية لدمشق لا تزال صائبة، فهو رأى أن تسليح المعارضة يأتي ضمن إطار طلب تركي قطري كفرصة أخيرة بانتظار المعركة الكبرى. يشهد ميدان التحرير في القاهرة مليونية نظمت اليوم تحت مسمى تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، والتي دعا إليها عدد من الائتلافات والقوى السياسية المعارضة. التفاصيل نتابعها مباشرة عبر الهاتف مع مراسلتنا منى عشماوي. منى تفضلي. نعم رائد، بالفعل يعني بدأت بعد صلاة الجمعة اليوم يعني التجمعات في ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى في محافظة القاهرة والجيزة، وذلك يعني التنديد التنديد بقرار المحكمة الدستورية في تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتي كان من المزمع أن يبدأ المترشحون للانتخابات يوم السبت يعني الغد في تقديم أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات. جاء القضاء الإداري هذا الأسبوع منذ يومين وأقر ببطلان الانتخابات وأحال هذا البطلان إلى المحكمة الدستورية العليا، في حين أن بعض القوى السورية الليبرالية الأخرى والتي تنضوي تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني أيضا تتجمع اليوم في نصرة المحكمة الدستورية العليا، وتأكيدا على عدم دستورية قانون الانتخابات وعدم دستورية الانتخابات وعدم جدوى يعني وجود هذه الانتخابات البرلمانية في ظل هذه الأجواء المحتقنة التي تمر بها البلاد في جميع المحافظات المصرية. رائد، هناك الكثير من الاعتصامات والتظاهرات اليوم تشهد عدة محافظات، لعل على رأسها مدينة بورسعيد التي تشهد يعني منذ انطلاق الحكم الأول في مجزرة استاد بورسعيد يوم 26 من يناير الماضي وحتى الغد وهو النطق الأخير بالحكم تشهد بورسعيد كل يوم قتلى وجرحى. اليوم تنسحب الداخلية تماما من شوارع بورسعيد بعد مواجهات دامية خلال الأيام القليلة الماضية. كل يوم يسقط على الأقل 5 شهداء والكثير من المصابين. تولى الجيش في بورسعيد حماية المنشآت الدولة. ينتظر البورسعيديون وتنتظر مصر الحكم في الغد الذي سوف تصدره محكمة الجنايات في التجمع الخامس. في جميع الأحوال رائد، هذا الحكم سيكون بمثابة الشرارة التي ستشعر مصر، فإذا كان الحكم بالإعدام على كافة المتهمين يعني سيزيد الاحتقار وسيزيد الاشتعال في مدينة بورسعيد ومدن القناة، وإذا كان هناك حكم بالبراءة فإن ذلك سيزيد الاحتقان للألترس الأهلاوي الذي أيضا يعني يقوم بالاعتصامات خلال الأيام القليلة الماضية. إليك رائد. شكرا لمراسلتنا من القاهرة منى عشماوي. مرشحو برنامج الزعيم وبمبادرة فردية حاولوا استكمال بناء جسر للمشاة قرب سيتي سنتر، القوى الأمنية تمنعهم، ما دفع بأهالي المنطقة إلى دعم المرشحين. التفاصيل نتابعها مباشرة مع الزميلة نوال بري. نوال، ما الذي حدث؟ كيف تعاطت القوى الأمنية؟ وماذا أيضا عن موقف الأهالي؟ نعم، بداية رائد، هو سيتي مول وليس سيتي سنتر وقد اقتضى التوضيح. ونحن الآن بداية أود أن أشير إلى مطلب الأهالي هنا في منطقة الجديدي، وهي نريد درج. يعني ببساطة فإن أهالي المنطقة يطالبون بممر للمشاة، إذ أن ممر المشاة كان قد جهز ولكن الدرج لم يجهز. مشاركي برنامج أو مشاركو برنامج الزعيم كانوا قد طلب منهم في مهمتهم الأخيرة أن يقوموا بعمل لمساعدة بلدية بيروت، وبالتالي فقد قام فريق لائحة المواطن يعني ارتأى لهم أن يقوموا بمساعدة البلدية بوضع درج هنا على الجسر. ذهبوا إلى البلدية وقد قالت لهم رئيس البلدية يعني يا ريت بتساعدونا بهذا الشيء، وبالتالي هم نفذوا هذه المهمة. اليوم جاءوا لوضع الدرج فكانت القوى الأمنية في المرصاد هنا ومنعتهم من وضع الدرج، حتى أن القوى الأمنية المتواجدة وبعدما اتصلوا بمجلس الماء والأعمار الذي رفض وضع الدرج يعني قالوا لهم وهددوهم بأنهم سوف يأخذونهم إلى الطحن.
التحقيق في إحدى المخافر. معنا الآن مايا وعلي وهم من هذه المجموعة أو من لائحة المواطن. مايا اليوم شو صار؟ يعني في دعم أهالي شايفة أنا معكم؟ نحن لائحة المواطن جويل، مايا، علي، رانيا ونيكولا، بدنا نقول إنه الشعب بده درج، صلوا ناطرين الشعب 3 سنين شقف الدرج، نحن جينا عمرناه بنهار درج اللي صلى العالم ناطرته 3 سنين تنقول إنه الدرج ما بده شيء. هيدا هو الدرج مايا، في ناس مشاهدين عليه بس. صباح واجوا رجعوا قوى الامن منعونا من اننا نكمل اليوم الرفع. هاي الرفع على مين هلا اليوم؟ هاي الرفع على نحن قلنا لنركبوا للدرج بس وقفونا. شو كانت الحجه؟ قلتوا لهم انه حكيتوا مع ولد المال بالرخصه؟ ما معنا اذن. الحجه انه ما معنا رخصه، وقال بدهم يمشوا وفق القانون. جربنا نمشي وفق القانون، الناس بتتهرب. حكينا مع الدائره القانونيه، اعطونا رقم المهندس، المهندس اللي عمل الجسر ما برد على تليفونه، قال مشغول عنده ما بعرف شو، انه شو بده يعمل اصلا، اوريدي عمل الجسر وعمل الغلط فيه، يعني شو بده يجي يعمل؟ طب ورئيس البلديه كان يعني حكيت معه؟ رئيس البلديه كان كثير داعم وقال يا ريت انا بقدر اعمله، لو هو بسلطته يعمله كان عمله، يعني بس انه في حدا لازم ياخذ العمل، لازم يقوم بالعمل ويعمله. اليوم انتم كزعماء حتخلوه للدرج ولا حتشيلوه؟ انا قاعده على الدرج، بدي يشيلوا الدرج، بدي يشيلوني معه. الطريق كمان كل ما بدنا صرنا قاطعينه مرتين ورح نقطعه لحديت ما يخلونا نعمر الدرج. سوف نحاول لرائد التحدث مع بعض الاهالي لنرى يعني ما هي ردة فعلهم. اليوم نزلتوا اليوم على الطريق لتدعموهم، يعني نعم. اليوم انتم طالبين بالدرج بالاخر؟ ايش اكيد، بس السلام العامه مفروض يركب درج لحتى نقدر يقطع المواطن بدون ما يكون في عليه خطر بتضربه شي سياره. عم بيصير في احداث كثير بهالنوع وعم يرفضوا حتى الدوله ترجع تظبط طرقات لحتى تضمن السلامه. طب اليوم انتم شو للقوى الامنيه اللي هلا جاي تشيل الدرج؟ لازم تساعدنا لازم تساعدنا وتكون معنا وتحافظ علينا. انا هلا طلع عند رئيس المخفر وبقال بده يحل القصه ان شاء الله، ولا بده يحقق معكم؟ كان في حديث انه بده يصير في تحقيق معه. بده يسال النواب بده يحكيني. بس انا عندي سؤال، بس بدي اطلع عند رئيس المخفر، هو طلب بده يحقق معنا، بده يشوف شو الوضع، ليش عم نعمل هيك. انا طالعه مثل ما هو بده لنشوف اذا بتصير. بدها تحقيق هاي القصه برايك؟ هل تستلزم تحقيق يعني ولا شكر؟ يعني هو لازم يكون شكر، وانا بعتقد انه هو لازم يتخيل انه بنته او مرته عم بيقطعوا هالطريق. يعني اذا كل واحد بيقيس على قد قياسه ما بتصير توصل الامور لهون بكل بساطه. نعم للتوضيح رائد، يعني اود ان اطلب من زميلي ان يرينا الجسر بالكامل. بالفعل فانه يعني هو يمكن القول بانه يصل الجديدي بالدورة، وطبعا الاستراد هنا الخطر جدا، فبالتالي فان وضع الدرج يمكن ان يسهل على المواطنين الكثير من المعاناة، وخاصة ان هذه المنطقة تشهد الكثير من الحوادث بالنسبة لهذا الموضوع. هنا اذا الاعتصام ما زال مستمرا. علي كنت بدك تقلنا شيء يمكن؟ علي نعم، نحن كل اللي عم نعمله عم نركب درج. بالدولة بياخد ميزانية وموافقة مجلس وزراء وقرارات بيوم واحد 5 شباب من لائحة المواطن قدرنا نعمل درج بدون ما حدا يربحنا جميلة. آمن هيدا الدرج اليوم؟ آمن بيقدر العالم جدا يعني. آمن أأمن من كل شيء بتعمله الدولة. كل اللي بدنا نقوله حاولنا نتصل حاليا عم نجهزه، بس للأسف القوى الأمنية تعاملت بطريقة غير أخلاقية مع معنا. وبدي شدد على شغله انه نحن اتصلنا بكل الوزارات المعنيه، كل شخص عم بيكبنا على الثاني، حتى اتصلنا بالوزير غازي العريضي من وزاره الاشغال ما رد علينا، بعثنا له مسج كمان ما رد. حاولنا نتصل بمجلس الانماء والاعمار، كل شخص عم يزت على الثاني. كل اللي عم نعمله عم نقول لا معنا سلاح، لنا ميليشيات، لا في تسكير طرقات ودواليب. كل اللي بدنا نعمله شيء خدمه لهالناس بدون تربح جميله. بس سؤال صغير، نواب المتن وينهم؟ هيدا الشيء مسؤوليتهم. نعم رائد، هذه هي الأجواء هنا. طبعا نحن سوف نستمر هنا لنرى كيف ستنتهي هذه القضية، خاصة أن بعض المشاركين سوف يذهبون الآن إلى مخفر الجديدي لمعرفة كيف ستكون نهاية هذه الحادثة. أهلا بكم من جديد. في يوم المرأة العالمي، رئيس الجمهورية العماد ميشيل السيمان يدعو الحكومات إلى تعبيد الطريق أمام وصولها إلى حقوقها للإفادة من قدرات نصف المجتمع. أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في أن تحظى المرأة بدور أكبر في الحياة العامة وأن تشارك في مساحات أوسع من المسؤوليات الوطنية في السياسة والإدارة إلى جانب دورها الاجتماعي. ورأى لمناسبة اليوم العالمي للسلام وحقوق المرأة أن المرأة التي أثبتت حضورها وفعاليتها في مجالات متعددة هي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإقدام واقتحام ميادين الشأن العام لتثبيت حقها في دورها ووجودها خارج إطار دورها الطبيعي
الطبيعي كأم، كما على الحكومات تعبيد الطريق أمام وصولها إلى حقوقها للإفادة من قدرات نصف المجتمع. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن اطلاعها بهذا الدور وهي جديرة به يرسخ الاستقرار الاجتماعي والسياسي والوطني ويساهم بتحقيق السلام بين الأمم والشعوب. وفي نشاطه عرض الرئيس سليمان مع النائب سيرج تور ساركيسيان للمشاريع الانتخابية المطروحة والمشاورات والنقاشات الجارية حيالها، واستقبل عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إدي، وتناول اللقاء الأوضاع السياسية وأهمية التوصل إلى إقرار قانون انتخابي عصري يمثل كل الشرائح اللبنانية، كما استقبل النائب السابق مصباح الأحدب الذي بحث معه التطورات في مدينة طرابلس. وطلع رئيس الجمهورية من رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان على عمل المجلس وأهمية السرعة في إنجاز الملفات المحالة إليه لتسهيل عمل الوزارات والإدارات. نفى رئيس الهيئات الاقتصادية السابق عدنان القصار الأنباء التي تحدثت عن أن مستثمرين سعوديين قد سحبوا ما قيمته مليار دولار من استثماراتهم في لبنان، مؤكدا أن كل ما يشاع عن سحب ودائع من لبنان هو عار عن الصحة تماما، وهدفه الضغط على الهيئات المصرفية والقطاع المصرفي بشكل خاص في هذه المرحلة الحرجة. وطالب القصار كل الأفرقاء السياسيين بتحييد القطاع المصرفي والوضع النقدي عن صراعاتهم وخلافاتهم حفاظا على الاستقرار المالي ورأفة بالبلاد والعباد. أصدر رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سير ديفيد باراغوان تقريره السنوي الخاص بالمحكمة الدولية، آملا بمساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادة القانون كاملة في لبنان كي ينعموا عائلاتهم بالسلام والسكينة، وهذا حقهم الطبيعي. وشكر الرئيس السلطات اللبنانية على تعاونها قائلا: أما مرور 8 سنوات على وقوع الاعتداءات في نظرنا يجعل مهمة تحديد مكان وجود المتهمين واحتجازهم مهمة أشد إلحاحا. وأورد التقرير تفاصيل الأعمال التحضيرية المكثفة للمحاكمة، ومنها دفوع جهة الدفاع بعدم قانونية المحكمة والمهمة الجسيمة للكشف عن المواد الثبوتية وإرجاء الموعد المؤقت لعقد المحاكمة. انهيار منزل تاريخي في طرابلس ولا أذان رسمية تصغي إلى التحذيرات. تراث عاصمة الشمال يتهاوى، وما يحذر منه علماء الآثار والمؤرخون يوميا، والضحية اليوم منزل قديم يعود طرازه إلى الحقبة العثمانية يقع في سوق العطارين في طرابلس، وكان الأهالي قد حذروا من سقوطه لكنهم لم يلقوا أذانا صاغية. يا أخي هذه القصة عمرها أكثر من 20 سنة، ما ضل وزير، ما ضل نائب، ما ضل حدا إلا ما إجا لهون من رئيس بلدية. من شهرين لهلا مقدمين شكوتين رسمية وأرقامهم معي. هي طرابلس كلها مهمشة، حتى أسواق الشعبية مهمشة، شعبها كله مهمش. بتمنى انه هذه يحلوه اسرع وقت مشان ارزقنا. نحن منكوبين بكل شيء، بنوابنا، بوزرائنا وبرؤسائنا. فرق البلديه باشرت بازاله الردم وسط السوق، وقد شاءت الصدف ان ينهار المنزل فجرا ما وفر سقوط ضحايا. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحيي ذكرى انطلاقتها 44 باحتفال رسمي وشعبي. في ذكرى انطلاقتها 44 أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حفل استقبال مركزي في قاعة ياسر عرفات في السفارة الفلسطينية في لبنان. حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والشعبية اللبنانية والفلسطينية، وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل دعا فيها إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قواسم مشتركة ورؤية فلسطينية جديدة أساسها الحفاظ على المقاومة الشعبية بكل أشكالها. أن تنظيم الحالة واعتبروا هذه مبادرة منا كجبهة وإسهام منا كجبهة لإخوتنا في فصائل المقاومة. تقوم هذه المبادرة على التالي: أولاً تعزيز المكانة التمثيلية لسفارة دولة فلسطين بالاتجاهين الفلسطيني واللبناني، ثانياً تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ثالثاً ولأن الانقسام لم ينتهي ندعو إلى تأسيس وبناء قيادة سياسية موحدة. ووجه السفير الفلسطيني أشرف دبور تحية إلى الجبهة الديمقراطية التي تعتبر صمام الأمان في الساحة الفلسطينية.
نظمت مجموعة مناصرون للدفاع عن المعتقلين السياسيين في السعودية مسيرة احتجاجية في الرياض للمطالبة بالإفراج عن النساء المعتقلات في بريدة وإنهاء ملف الاعتقالات التعسفية بالمملكة. وأفاد موقع وكالة الجزيرة العربية للأنباء أن المحتجين رددوا شعارات منددة باعتقال النساء والأطفال ومطالبين بمحاسبة وزير الداخلية محمد بن نايف في محاكم دولية، ومعتبرين أنه المسؤول الأول عن ملف المعتقلين في البلاد. كما دعا الأهالي المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للكشف عن حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها معتقلون داخل السجون، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، ومؤكدين متابعة مشروع المستقبل الاشتراكي مشروع انتخابي مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي، فهل تحظى هذه الصيغة بتوافق قوى 14 من آذار قبل 8 منه؟ تحقيق للزميلة دارين دعبوس. 3 أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية المفترضة، وحتى الساعة ما من توافق سياسي حول مشروع بعد العاصفة السياسية التي أثارها مشروع اللقاء الأرثوذكسي صيغة اقتراح جديدة يحاول أن ينسج خيوطها بتكتم كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. فما هي هذه الصيغة وهل تحاكي فعلا هواجس البعض؟ الصيغة المختلطة، لأنه هذه الصيغة اللي في عليها توافق من الجميع. تاني شيء، هذه الصيغة ما لازم تخلي هواجس عند أي فريق. ثالث شيء، هذه الصيغة بدها تحافظ على العيش المشترك. ورابع شيء، هذه الصيغة بدها تعتمد دوائر انتخابية للاسم الأكثري على أساس الدوائر المعتمدة حاليا بقانون الدوحة، يعني 26 دائرة. أما الدوائر النسبة فهي رح تكون بحدود 9 أو 10. نلاحظ إمكانية يعني تقسيم محافظة جبل لبنان إلى دوائر، بمعنى أن يكون شوفوا على دائرة المتن وبعبدة دائرة، كسروان وجبال دائرة. الهدف الأساسي لهذا النقاش هو محاولة بناء أرضية مشتركة للانطلاق بها نحو الأطراف السياسية الأخرى والسعي لبناء تفاهم وطني عريض حول قانون الانتخاب. وبحسب المراقبين فإن صيغة الاشتراكي المستقبل إذا ما نجحت من شأنها أن تعيد اللحمة بين عناصر قوى 14 من أذار المتشرذمة. اللي بيجمع قوى 14 أذار هي مبادئ المبادرة يلي أطلقها دولة الرئيس سعد الحريري، ويلي قانون الانتخاب هو جزء بسيط منه. ونحن عنا هاجس أساسي، ضرورة عدم الدخول في مغامرة يعني تمرير قوانين انتخابية لا تراعي هواجس جميع الأطراف أو تطير الانتخابات وإدخال البلاد في المجهول. مع الأسف الشديد سمعنا بعض الأصداء السلبية على الصيغة اللي عم تتحضر. هلا نحن بنعرف ليش أصداء سلبية، لأنه الفريق الآخر حقيقة ما بده انتخابات، فلذلك حزب الله لا يريد انتخابات، لا يريد انتخابات إلا بحالة وحدة. بيقدر من خلال القانون يكون مأمن إنه هو قادر يجيب الأكثرية النيابية حتى بدون الأستاذ وليد جملوط. أستاذ رامي، الانتخابات النيابية هل ستحصل أم لا؟ يجب أن تحصل، لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، ولكن نحن مع أن تحصل. وبفتكر نحن كلبنانيين أمام فرصة ذهبية نادرة بأن نثبت لأنفسنا وللعالم أنه نحن لسنا بحاجة في كل مرة إلى يد يعني تأخذنا باليد لكي نذهب لاتفاق على قانون انتخاب. هل من عودة إلى العمل بقانون 60 في الانتخابات المقبلة إذا ما حصلت؟ والله ما بعرف حقيقة، بس بعتقد الجواب عند الجنرال. الجنرال عون سئل عن موضوع الانتخابات فقال لهم للصحفيين، قال لهم اسألوا ليلى عبد اللطيف. في العلن الجميع يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وفي الخفاء لا يرضى فريق بما يقدمه الفريق الآخر، ويبقى التوافق هو الأهم لتسيير هذا البلد القائم منذ الأزل على التفاهمات والتوازنات.
في اليوم الثاني على إعلان وفاة الرئيس الفنزويلي إيغو تشافيز، جابت شوارع بيروت مسيرات شموع وحزن ليسلط الضوء من جديد على علاقة اللبنانيين بالقادة الأجانب. تحقيق للزميل جاد غصن. مسيرة الشموع عن روح الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز هنا، ليس في أحد شوارع كاراكاس بل في وطني اللبنان أولا، غير أن إشكالية علاقة اللبنانيين بالقادة الأجانب لا تبدأ بتشافيز وهي طبعا لا تنتهي عنده. هنا في الغبيري مستديرة الرئيس حافظ الأسد تتوسط جدة الإمام موسى الصدر، وعلى مدخل الطريق الجديد رجب طيب أردوغان هو الزعيم. حنين إلى زمن الانتداب، ما العلاقة بين اللبنانيين والساسة الأجانب؟ اللي له مرجعية أو له ارتباط خارجي، ارتباط تبعية للخارج، هذا الشيء ما بيجوز، هذا قانوناً ما بيجوز، واقع عن بلبنان هو اللي حاصل. لكن متى لا تكون علاقة اللبناني بالزعيم الأجنبي علاقة تبعية؟ صور قفارة، هل تعني تبعية لجهة خارجية أو أنه هالصورة بتمثل بالنسبة للي عم بيعلقوها تعبير عن مبادئهم؟ السليم ألا يكون لك أنت انتماء أو صور أو 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 شعارات خارج الإطار اللبناني، على الأقل تكون ذلك أن تنعزل عن المواقف الأخرى أو القضايا الأخرى. إذا كان الفرز السياسي القائم في لبنان والمنطقة يبرر تفخيم كل فريق لبناني لزعيم خارجي في خانته السياسية، يلاحظ لدى الأحزاب المسيحية غياب أي صورة لزعيم خارجي. على أساس أنه لبنان أو إذا انزلقنا ورحنا برات الحدود، بالتالي في عندك أنت عم بتسلم بهذا المدى اللي كان عم يغضب. نتذكر نحن يومتها كان في كلام عن العروبة وما العروبة كيفية تفسيرها، بيدركوا أنه آخرة النهار الملاذ تبعهم الوحيد هو لبنان، الفرقاء الآخرين عندهم ما عندهم خشية أنه تنفتح الحدود ويروحوا، لا بل يدعوا لذلك، يدعون لذلك. غير أنه على الرغم من ذلك تعود الاصطفافات الداخلية لتستوعب كل حدث مهما كبر، حتى وفاة تشافيز. في مستغلين ومستغلين، هذي العالم بالآخر. أنت مع مين؟ ليش بده يكون تشافيز أقرب لضمير الناس بلبنان من واحد مثل مين بدك؟ طيب فؤاد السنيور، يعني ما هي الفخار العظيم اللي بيعبر عنها الملك السعودي على سبيل المثال؟ هذا كله من جهة، لكن من جهة أخرى جمراء باسيل داخل منطقة الجزاء بيسدد كرة، ما راح. ما ذنب اللبنانيين المتطلعين إلى خارج الحدود بحثا عن قيادة؟ فالطبيعة بالنهاية تكره الفراغ. جاد غصن، قناة الجديد. كان في النشرة شربل يطلق سباق الترشح للانتخابات، مراسم الوداع الأخير وأحمد نجاد أبرز المشاركين، لا خلاف جديا بين موسكو ولندن حول سوريا. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.